خوتي راح نريبوندي على الكومونتير هذا ونتعرفوني كي نريبوندي على الكومونتير ماشي هذا الشخص باش الناس اللي عندها التخمام هذا تفهم. خونا قال لك عايش في امريكا تجي تحوس هنا في الدار هنا مازال نفرحوا كي يجي الماء وقهوه باكي قهوه راهي دير قريب 2.5 دولار وميل ا راهي دير 40000 ملاحظه عندها 60 سنه استقلال. بون نبداو الحاجه الاولى خويا العزيز انا عايش في امريكا صح نقدر نحوس وعندي باسبور امريكا نقدر نحوس تقريبا 200 دوله بصح يا اخي لازم تفهم حاجه بلادك تبقى بلادك ميم تروح وين حبيت تروح البلاد اللي زدت فيها وكبرت فيها وعندك ناسك وفاميلتك وعندك ذكريات راح تبقى عزيزه عليك حتى تموت وهذه ماشي غير كجزائري وين حبيت المصري المغربي التونسي الامريكي وين حبيت الامريكي كيف كنت يعيش 100 سنه في بلاصه واحده اخرى امريكا هي بلاده راح يحس هوم يقول لك هوم سويت هوم هوم يبقى هوم فهمت كيف اما امور واحده اخرى اقتصاديه ولا سياسيه ولا اي حاجه هذيك ما نحكوش فيها هذيك وحدها سيباريها على الوطن فهمت كيف فاريزو بالانايا كي نهضر في امريكا نشوف حاجه شابه ونوريها للناس ونقول لهم هذه ماذا بينا نكون تكون في الجزائر ولا كاين الناس يفهمها حاجه سلبيه ويقول لك راك تضحك على بلادك لا العكس انا كي نشوف حاجه مليحه سواء في امريكا ولا في اوروبا ولا في العالم نغير على بلادي وماذا بيا هذيك الحاجه تكون في الجزائر فهمت كيف اذا لازم تفرقوا بين الناس اللي زعما تكره بلادها وتحب تشوفها لتحت وتكبر بالغرب ولا وبين الناس اللي عايشه في الغرب كيما انايا وكي تشوف حاجه مليحه في الغرب تبينها خاطش حابه بلادها تولي هكا وهذه هي وانا كنقول لكم باللي البلاد الجزائر باللي كيما يقولوا بيرفكت ولا فيها كل الشوازوا تعرفوني بليك ما راحش نكذب عليكم كاين نقائص كاين بزاف حوايج اقتصاديه وحوايج واحد اخرين حنا ماذا بينا ان شاء الله يتسقموا هاد الحوايج يتسقموا وكما قلت لك ان شاء الله يتسقموا بصح الوطن تاعك يبقى الوطن يلو كان ما فيه حتى واحد ناسك فاميلتك بلاد اللي كبرت فيها بلاد اللي كبراتك اللي قبر اللي قراتك وكلش راح تبقى دائما تحبها يلو كان تعيش شحال حبيت تعيش في امريكا ولا تعيش في المريخ وسمحونا إلى طولنا عليكم وتهلا في روحكم وسلام.